يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال الإمام القرطبي رحمه الله في قوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين، قال وظاهر كلام المفسرين أن التقليب من فعل الله، ويجوز أن يكون من ملك بأمر الله فيضاف إلى الله، هل قوله ويجوز إلى آخره يعد تأويلا للصفات؟ لا ما تفسير، لا لا بس. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، عملت أيدينا، والسماء بنيناها. فإذا جاء ضمير الجمع فيحتمل أنه للمعظم نفسه، ويحتمل أنه للجماعة، يحتمل أنه ضمير جماعة، ويحتمل أنه ضمير واحد يقصد به التعظيم. فالآية تحتمل. نعم.